امتحان كبير انتظر الجميع في اليوم الثاني لتحدي الطبيعة في مسافة إجمالية بلغت 160 كيلومترا، مسافة شهدت تواجد 4 نقاط للمراقبة لإجبار السائقين على احترام مسار المنافسة. منافسة أفرزت في صنف الدراجات النارية والكواد فوز الدراج الفرنسي فيكتور كريفوكير الذي حقق توقيت 3 ساعات و9 دقائق، متفوقا بفارق دقيقتين على مواطنه أليكس الفائز في اليوم الأول. بينما في سيارات البوغي الفوز عدل الثنائي الفرنسي لورما إتيان وشقيقه تيبو إتيان ب2:48. دخلنا عرق الشقاقة وسط الكثبان، كان الأمر رائعا. أنتم تمتلكون حقا بلدا جميلا، استمتعنا طوال اليوم. خلال طريق العودة مررنا بمسالك صخرية وقطعنا الوادي، كان يوما رائعا. المغرب ممثل في هذا الحدث بخمسة أسماء في صنف البوغي ومشارك واحد في السيارات الرباعية الدفع، والأمر يتعلق بطارق مشتاقي الذي يشكل ثنائيا صحبة الفرنسي غازالو جون دومير. تصبر هذا غالي شوية والناس ما تعرفوش، الناس ما تعرفوش، وخص التلفازة الناس لا فيدراسيون حتى هي دير شويه البروموسيون باش تفصلنا المغاربه. راه كاين هذا السبور هذا باش يعرفوا به. رغم عامل الرياح وارتفاع درجة الحرارة كرس الفرنسيون من جديد سيطرتهم على منافسات الدراجات وسباق السيارات في اليوم الثاني.